يعني سؤال يمكن بيطرح نفسه دايما، بنبقى عايزين نعرف الست بتحب الراجل اكتر ولا الراجل بيعرف يحب اكتر؟ سؤال عام شويه. هو التعبير عن الحب، هو الحب موجود عند الراجل وعند الست، الست بتحب والراجل بيحب، بس تعبير الحب عن الراجل غير تعبير الحب عن الست. الراجل دايما بقول رضاه صعب، الست رضاها سهل. يعني اي زوجه مثلا عشان ترضي جوزها لازم يكون شكلها كويس، ولما يجي تكون عامله اكل، ويكون البيت مرتب، ويكون الاولاد هادين، وما تتكلمش في مشاكل. دي الرجاله بيعتبروا ده دي رساله الحب، دي لغه الحب. لكن الست باي كلام حلو انت ترضيها بكلمتين حلوين، يا حبيبتي لولا انت عليا، يا حبيبتي والله انت اللي منوره البيت، يا حبيبتي اكلك احلى اكل في الدنيا، انا عمري ما اكلت اكل زي ده. الكلمه دي يعني دايما بيقولوا الستات بتتملى بالزنبلك، يعني تقول لها كلمتين حلوين هتبقى خلاص الدنيا. دايما بيقولوا ان الست بتحب بودانها والراجل بيحب بعينه. لا الراجل بيحب، حب الراجل مكلف، ما حب العين ده مكلف، يعني حب العين دوت بيصرف. يعني طب انا على فكره كل ده ما كما قلتش وجهه نظري. اتفضل. شايف اتنين ستاوي كده. لا رضا الراجل طبعا صعب. طيب لو قلنا ان الراجل بيبقى ليه يعني قدره على التعبير غير الست، يعني احنا يمكن بنفكر بشكل مختلف شويه، وفي كتب كتير في التراث العالمي زي رجل من المريخ وامراه من الزهره يمكن فصلت الامر ده بشكل علمي ودقيق، اتكلمت ان الست بتبص للامور من منظور انثوي، بتحب الكلام الكتير، بتحب الراجل بيعبر عن الحب بان هو بيشتغل بيكفي بيته بيكفي اسرته. في ظل ممكن نقول ان هو تضارب في المفاهيم بين الراجل والست، افضل يعني تسويه ممكنه في القصه دي بتبقى هو الموضوع محتاج شويه وعي. ايوه اولا يعني شغل الراجل ده اثبات ذاته، يعني الرجاله قبل ما بتتجوز بتشتغل وبعد ما بتتجوز بتشتغل، تمام، والمنفصلين بيشتغلوا، تمام، والارامل بيشتغلوا، صحيح، والمليارديرات بيشتغلوا. يعني مش حاجه الراجل ما يقدرش يعيش من غير وجود في المجتمع، من غير ان هو يبقى عنده بيزنس، من غير ان هو ينزل الصبح يبقى عنده شغل يعمله، ده اساس وجود الراجل. اتخلق من الارض، يعني ادم عشان من قديم الارض، فهم الراجل في الارض. البيت جزء من حياته لكن الشغل بيعتبر كل حياته. صحيح. المراه العكس، المراه خلقت من روح. فاحنا ان احنا نخدم روح، الشغل التطوعي ان احنا نقدم حاجه لحد، ده كل حياتنا. عشان كده لما بتشوف راجل متضايق وزعلان ومكشر بيبقى عنده مشكله في شغله مش في بيته. لما بتشوف ست مش مبسوطه بيبقى عندها مشكله في الراجل اللي في حياتها، جوزها، حبيبها، خطيبها. ده الطبيعه، دي الطبيعه البشريه، فالدنيا كده. فالست بتبقى سعيده لما بتشوف الراجل اللي مرتبط بيها سعيد بيها، حاسه ان وجودها مخلي حياته احلى، حاسه ان هو ممتن ان هي في حياته، ان هو بيفضلها عن اي حاجه تانية، بيديها الاحساس ده. هو طبعا بيفضل شغله اكتر، بس بيديها الاحساس ان هي الوزيره بتاعته، هي المعينه بتاعته عن الحياه. فهي هنا بتتحقق السعاده بصرف النظر ده تترجم لعطاء مادي ولا لا. لان في ستات كتير بيحبوا رجاله مش واخدين منهم حاجه. يعني في ست ممكن تحب راجل يكون مسافر مثلا، وهي تفضل سعيده ان هي بتتواصل معاه او بياخد رايها وهي المستشاره بتاعته، بتبقى سعيده كده. في ستات بيحبوا رجاله في اوضاع خطره، يعني بيبقوا مسجونين او ومع ذلك، يعني الناس اللي في السجون قالوا لي ده، قالوا لي ان هم بيروحوا ويعملوا وجبات ويتحايلوا، طب ندخل لهم، طب وهي مش واخده منه اي حاجه في الحياه الا انها حاسه انها بتعني له شيء. فاحنا بنبقى سعداء لما بنحس ان انا اعني للراجل اللي في حياتي شيء. دي السعادة.